أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اهتمام الدولة البالغ بمشروعات تحلية مياه البحر وضرورة إتاحة الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات التحلية والحرص على سرعة تنفيذ تلك المحطات وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص لكونها تسهم في توفير الاحتياجات المائية لمختلف جوانب التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه ضمن الخطة الاستراتيجية الموزعة على 6 خطط 5 حتى عام 2050 بإجمالي طاقة نحو 9 ملايين يوم، بينما يخص مشروعات محطات الأسبقية الأولى للخطة حتى عام 2025، فقد تم تخصيص 8 قطع أراض حتى الآن لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه بإجمالي طاقة 8804 في اليوم، وذلك من بين 21 مشروعا رئيسيا بالأسبقية الأولى سيتم تنفيذها في 10 محافظات بإجمالي طاقة 3.4 مليون في اليوم.